الأسئلة هتقول كده؟ بصي أصل أنا يعني إيمان برضو على فكرة هي زميلتنا من المعهد، يعني إيمان نعرفها على المستوى الشخصي يعني، بس هي مش في اختلاف ما بين شغلي مع هندي وإيمان، أنا في اختلاف ما بين شغلي مع هندي وأي ممثلة تانية، ده منتهى الأمانة يعني، لأن أنا وهند في بيننا كيمستري في الشغل، فمش ما تربطهاش بمقارنة بإيمان، لا بس أنا وهند يعني اشتغلنا مع بعض قبل كده في بنات سوبرمان، وحتى ما كانش شغلنا كتير مع بعض، لكن إحنا على المستوى الشخصي صحاب يعني، ففاهمين بعض قوي، فاهمين المناطق اللي عند بعض يعني، كل حد فاهم مناطق القوة والضعف اللي عند التاني في الشغل، فبيعرف امتى يسلم فين يشتغل ازاي، في كيمستري على المستوى الانساني، واحنا اصحاب اصلا يعني بنعتبر بعض كاننا عيلة يعني، بعتبر مامة هند كانها مامتي يعني، ففي بينا علاقة برا الشغل مخليانا في بينا الكيمستري دي. فطبعا مقارنة باي حد، مش ايمان، اي حد اي اكس هيبقى في فرق شويه في الشغل، هيأثر عليا ده يعني، كان اكتر حد يمكن متأثر بده انا، لان انا اغلب شغلي المهم في المسرحيه بيبقى معاها، فكان ده اكيد ليه تأثير، مش ان عدم قوه من الممثله اللي موجوده او ان مش راكبين على بعض، لكن علشان في كيمستري مع حد تاني انت متعوده على الشغل معاه يعني اكتر. بس لا هو دي الحقيقه والله يعني، مش دي مش دبلوماسيه خالص والله يعني. دي حقيقه يعني، ممكن تزعل يعني اصلا حد مننا، بس انا بتكلم منتهى الامانه يعني.